اهلا بحضراتكم من جديد، مكملين حوارنا حول السباحه الطويله وانجازاتنا في بطوله الجمهوريه وفوزنا بالمركز الاول سواء رجال او سيدات. وبرحب بسباحتنا سباحه النادي الاهلي ساره حسن. اهلا بيك يا ساره والف مبروك. الله يبارك لك. حضرتك منوره قناه النادي الاهلي وبرنامج الابطال. منور بيك. شكرا. بنرحب بسباحنا سباح طبعا النادي الاهلي وصاحب المركز الثاني واللي جه من كندا مخصوص عشان يشارك في هذا السباق. برحب بكريم طارق. اهلا بيك يا كريم. اهلا بحضرتك. يمكن ابتدي بيك يا ساره، موضوع صعب يعني، انت كنت بتعوم في شهر 12، يمكن الرجال بيعانوا، ما بالك بقى بسباحاتنا بيعملوا ايه؟ كلميني عن البطوله واستعداداتها وحجم الجهد اللي انتوا بذلتوه عشان توصلوا للمركز ده، خاصه انت فزتي بالاول. اه الحمد لله. هو كان طبعا تجهيز البطوله كان صعب، ما كانش حاجه سهله خالص. بنجهز لها من اولها بثلاث شهور، منهم شهرين كنا لازم نروح نعوم في الاسماعيليه. الاسماعيليه زي ما كابتن عبد الله قال. وتماريننا كانت بتبقى اكتر من 8 9 كيلو في اليوم، ده برضو موضوع كان مجهد جدا. بلس بقى ظروف السبق. السبق كان زي ما حضرتك قلت في شهر 12، كان اليوم اللي قبليه كمان البطوله اتاجلت عشان الاحوال الجويه كانت وحشه جدا، فالبحر ما كانش حلو خالص. صح. وانا كنت بلعب الساعه 10، فبرضو ده صبح. توقيت مد وجزر، ف كان السبق كان صعب. خدتي ال 10 كيلو في قد ايه؟ ساعتين و15 دقيقة. حلو، رقم حلو. واللي بعديكي خدت يعني فرق قد ايه؟ اللي بعديها ساندي طبعا بطلة اولمبية وبطلة افريقيا طبعا. بعديها على طول احنا كنا داخلين مع بعض، وكان سبق قوي جدا يعني، احنا كنا عايمين طول السبق مع بعض. و فرقت قد ايه؟ ثواني يمكن 10 ثواني تقريبا، حاجة بسيطة. حاجة قليلة قوي يعني، بس صعب صعب السبق يعني. انا مش متخيل يعني ايه 10 كيلو عبد العوم يعني، الموضوع صعب جدا جدا يعني. بس مبروك، حاجه كويسه جدا. ويمكن ده اول مره تعومي السبق الطويل ده؟ لا، انا عمته كذا مره قبل كده، واخدت تالت فيه قبل كده، بس كنت اصغر من كده. كم مره يعني قبل كده، اللي هو كم مره، كم بطوله دخلتيها السبق طويل؟ من وانا 14 سنه باخد اول مرحلتي وباخد تالت في العمومي، ولعبت بطوله عالم ناشئين. خدت فيها كام؟ خدت فيها المركز ال20. حلو جدا. على كام لعيبه؟ كنا 33 تقريبا. قول لك 20 كويس. الحمد لله. كان 20 كويس جدا. كان برده كان درجه حراره الميه كانت قليله جدا، كان الميه كانت فين؟ كانت في هولندا. يا ساتر. ايه يا جماعه ده، بيعذبوا السباحين والسباحات ولا ايه يا جماعه؟ ده صعب قوي الكلام ده يعني حاجه برده صعب. بس طب قولي لي يعني، يمكن الرجال كنا خدت راي محمد، قال لي انا كنت بقلق من السمك في الاول. ما تقوليش بقى، انت اكيد لسه بتقلق من السمك. يعني مش يعني انا كنت مش خايفه من البحر، بس لما بيبقى في سمك او كده، سمك كبير او كده، اكيد بخاف. طبعا. وانت بتعومي بتبصي. بس هم في شرم بيبقوا فريندلي يعني. مش لا، هم واخدين على السنوركلينج هناك كتير. والناس بتشوف، او السمك بيشوف بني ادمين، فمش قلقان منهم. بس حاجه صعبه.